يا ابو جل، انا اكثر من هيك ما عاد يخلوني فوت. شو بدي لك؟ سلم لي على ابوك كثير وعلى يوسف وليلى. قل لهم اني كنت حابب ودعهم، بس شرح لهم ظرفي. خلص انت ولا يهمك، انت روح وطير بالسلامه، وانا بشرح لهم ظرفك وبقول لهم بسلم عليكم. واذا بدك اي شيء حاكيني، واول ما توصل كمان بتحاكيني. ايه؟ لك شبا بس عم تتعصور تحرقص. شبا فراح راح تشوف له. ايه معقول؟ سلم عليها كثير. ايه يلا بخاطرك. إذا بتريد خير. في شيء؟ لا لا ما في شيء. لحظة أهلين مراد. شبك مراد؟ شوفي جلال. شو ابو جلال؟ شو هالحكي؟ تعال عندي على المكتب بسرعة، أنا رح أجري اتصالاتي اللازمة. ولا يهمك، بسيطة بسيطة. معقول كل هالشر اللي عندك؟ بدك تنتقم لحياتك من كل البشر حتى اللي ما خصهم. وبعدين